بسم الله الرحمن الرحيم المشاهد الكريم أينما كنت نسوق إليك تحايا عطرات وأمان نظرات وآمالا غير عاطلات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الميامين صلاة دائمة إلى يوم الدين وبعد حلقة جديدة من برنامجكم رأي الغلابة نتحدث فيها عن حال من حالات كثيرة موجودة في السودان حال دائما ما يجاور كل من له يد في حكم هذه البلاد معظم الذين حكموا هذه البلاد في الغالب الأعم كان بينهم فساد بشكل غير طبيعي اليوم سنتحدث عن الفريق شيب بدرار احد المسؤولين عن مؤتمر البيئه احد الذين ايضا يعتبرون من كوادر الاداره الاهليه وهو من ابناء شرق السودان وبيتحدث فيه عن ما حدث له حينما قرر ان يفعل شيء معين وكيف اتصل به البرهان عبر المدعو ترك وكيف كانت الامور وما هي المشكله لكن قالوا سمح الكلام في خشم سيده فده فيديو مستقطع من برنامج تم بثه على التلفزيون القومي السوداني وبعد كده نجي راجعين نشوفه يعني حوالي 13 دقيقة آمل إنه يعني ما نكون تجاوزنا حقوق ال الحقوق الـ الإبداع أو حقوق النشر يعني بشكل أو بآخر نسمع كده الكلام ده وبعدينك نتكلم عنه اهلا بك سيد شيبه مره اخرى سمعنا انه قائد التمرد ايام كان يجمع في الولاءات ويشتري في السلطه والنفوس عرض عليك يعني ان تؤيده سياسيا وان تنضم للدعم السريع في توقيتهم. طيب شكرا للسؤال ده ده سؤال مهم خالص طبعا هو عنده حاجات كان بيجيبها من المينا كونتينرات يكون فيه سلاح يكون فيه مخدرات ونحن عندنا معلومه في سبعين شاحنه شايله الحاجات دي عشان ماشي الخرطوم جينا قفلنا الجنوبيه عشان نقتل العربات المينا شغاله فتحنا الباب عربات خشه ومرقة لكن عندنا هدف جوا عشان نقتله سبعين شاحنه موجوده جوا قتلناها ضربوا لي ترك ضرب قال لي اخ الناس دول قالوا ليك تعال وفك الترس طلع ترك انا بحترمك بحترمك ما تضرب لي انا الناس دول في 24 ساعه خليهم شنو استسلموا انت جريت اربع سنة ما جبت اي حاجه روضه ما دخلت دول ضرب لي ثاني ترك قال لي اخ برهان ضرب شيل الترس وتعال في الخرطوم نديك تذاكر بتاع الطيران طلع انا ما من اهل ذلك انا بركب قلت له عربيتي بمشي ما بركب طيران بتاعهم هم المهم لما انطلق الزبني اديته 10 يوم قلت له قال لي يا اخي الناس قال لك تعال بالطياره قلت له ما بجي انا عندي وفدي بتاع ضباط عندي 12 ضابط معي ركبنا ثلاثة عربات حقولنا مشينا خرطوم نزلنا في فندق ما نزلنا لبر في... على حساب برهان ولا المرهوم همتي نزلنا في فندق قالوا لنا يا اخي عندكم خطابات عندنا خطابات تدمجوا وتصريح مشاكل الغوات حقتنا عايزين الدم في الغوات المسلحه والغوات النظاميه بمختلف مسمات خطاباتنا قالوا خلاص اول قابلوا همتي بعدين قابلوا برهان اول جينا ال 12 ضابط قعدنا مع المرهوم همتي اول على ندم قدام الصريح ويدي الضباط اللي موجودين عربات وانا اجيب الثانيين يديهم عربات واي حاجه نقولها نحن بعملها عشان نمسك له الشرك قالوا له إن احنا ما من ذلك نحن مدينا خطاب دمج وتصريف القوات المسلحه والقوات النظاميه المختلفة انت قلت له براك دار دمج وتصريف كيف الدم ما قلت له بعدين قلت له همتي انت عمرك 45 سنه قلت له انا شغال 46 سنه انت ما مولود قلت له انا دول شغال انا عمري 65 سنه عمري 19 سنه انا كنت قاعد زين قال لي ربو ساعة ممكن نقعد قلت له ربو ساعة ما بقعد معك 12 ضابط موجودين قدامهم اي حاجه اتكلم قال لي انت عابيني مالك قلت له يا اخي قلت له انت عندك نيه ثانيه انا بعرفك قلت له ما عندي المغيب لكن اعرفك عندك نيه ثانيه وانا لما امرك برا ادام اللايف ما بتدمم معك انت براك ده الدمج وتصريف الوقت المسلح ما لاقي كيف الدم معك؟ انت حركة او انا هرك؟ زين قال لي انت عندك شنو؟ اندي قال اللي عندي انا أعرفه قال انا عندي 200000 قلت له 200000 ان شاء الله بكره بعد بكره تبقى حلو قطر زين قلت لهم قوم قوم طوال ما رجنا منه لحقني واحد قال لي قال لك برهان مطلع لك اعتقال عايز يتغلق قال له انا ما بتعرشوني باعتقال انا خشيت المعتقلات دي كلها انا راح في المعتقل بره ما برتاح انا راح في المعتقل كل المعتقلات دي المؤتمر الوطني دخلني طلع برهان يطلع امر قبل يمسكني المرحوم يمسكني انا في الفندق الفلاني في البلابل يا البلابل بس يفتح عليه قدرني يجيني هناك طوال يعني جه برضه واحد منهم قال لي يا اخي ناس برهان مؤمن لك امر قبدي وقال لك اهرب اهرب وين؟ ابي طوال ما ركت عملت لايف قلت له يا برهان السيل ماشي عليك يا برهان السيل ماشي عليك ثلاث مره قلت عشان برهان يفهم الزول ده قاعد يتجهز عليه هو نعم يعني انت كنت بتقصد في اللحظه دي انك تنبه الرئيس البرهان لخطر حميتي بالخ... بالخطر بتاع حميتي نعم. قلت له السيل ماشي عليك يا برهان السيل ماشي فين ما وصلت الفندق عملت لايف طوال عملت لايف الكلام ده سنه كام تحديدا يعني 200 بالضبط بدات المعركه قباله ب 10 يوم يعني اللقاء ده كان قبل المعركه ب 10 يوم ب 10 يوم جابين <applause> خطابين واحد ندي المرحوم همتي والثاني ندي لي برهان ده استلم مننا أنا قال انا بودي لكم بعده بقى بدون ما يردوا علينا بدا ايه المعركه لكن انا نبهت برهان قلت له استلم ما عليك الله موجود هسه ومحفوظ نعم طبعا بعض اهل الشرق يعني خايفين من مظاهر التمليش والقوات الموجوده الان دي بانه خايفين على على شرقهم يعني انت بتطمن اهلك بانه ما ممكن تتمرد في يوم من الايام ما ممكن تخلق بلبله في شرق السودان انك انت بتدافع عن حقوقهم بالطرق السلمية وبالتي هي أحسن وبتقديم النصح للدولة والله أنا أعوذ بالله أنا أول أنا وحدوي ودائر السودان كله يكون واحد ضد الزول يقول انفصال وضد الزول يقول تقرير المسيح، أنا ضده. الشرق يا جميع، الشرق دوّى بزهوره والملائكة تلف دوره يا نحن خايفين، كلنا خايفين. لأنه ما نتوقع إخواننا السودانيين يقلقونا. ما ممكن إخواننا السودانيين يقلقونا. لأنهم يبقوا مسلمين لو الحاجات دي توظفت تكفينا كلنا. لكن فيها بسيطة 10 عشر نفر 20 في السلطة. عايزين يأكلوا السودان ده كله ما بنقبل ما بنقبل نعم الشرق السودان الآن هو منطقة مطامع أجنبية يعني الآن الشرق هو هدف من أهداف القوى العظمى للسيطرة على المواني على الساحل الممتد على طول 740 كيلو على خيرات شرق السودان والآن السودان كله في حالة بتاعت حرب واضطراب أمني و يعني الدولة الآن بتحاول أنها تلملم أطرافها يعني فتح جبهة جديدة للمعارضة وفتح جبهة جديدة للمطالبة في هذا التوقيت يعني أنت ما شايف أنه التوقيت ده ما مناسب؟ هسا كلنا واقفين وقفة مهدة مع الجيش ليه؟ لأنه زول اللي أنا قاعدين نحارب فيه الجنجاويدي ده المرهوم الممنكر ونكير ده هو اللي كان قاعد يجيب لنا ناس من برا عشان إيه؟ يا الساحل عشان كده الشرك كله مع الجيش ما الوطن بمختلف مختلف مبنى لا زول كل الناس كان ضعفه وكل ما جاءوا الفلبينيين لما جو كل الشرق جاء هنا منعهم كانوا يستلموا العريات في الجنوب في الجنوبية منعناهم أصل خط أحمر المينا دي المدخل الوحيد للمواطنين شرق السودان مش ولاية البحر الأحمر كلهم مستفيدين من المينا دي غير الشرق الباقيين مستفيدين أخواننا في الأغاليم مستفيدين من المبنى ده المبنى ده ما نخلي زول يهبشوا ولا يجي بجنبه ولا يجيب لنا دول ما بنقبل عايشين المين للسودانيين المين للسودانيين اي زول يتعايش معنا الاداره السودانيه الاداره ما عندنا مشكله ما بدنا نختلف مع اخواننا يتعايش مع بعض لكن نختلف مع زول اللي يجيب لنا ناس عشان يبيع المينا دي ده نحن نختلف معه لكن اي زول عايز يشتغل وعايز يغول مينا ما عندنا مشكله معه اي سوداني ما عندنا خلاف معه عندنا خلاف مع زول اللي عايز يبيع المينا ده نحن عندنا خلاف معه ما بنخلي يبيع نعم آه، الامارات المطامع الاماراتيه في شرق السودان والمشروع الذي آه يعني قتل في مهده آه، مشروع ابو عمامه ميناء ابو عمامه ومقاومه اهل الشرق لهذا المشروع رغم انه الامارات عبر ازرعه المحليه وعبر عملاءها في السودان سواء كان من رجال الاعمال او من الاعلام حاولوا يقنعوا الشعب السوداني بجدوى هذا المشروع يعني دي واحده من مظاهر المحاولات الهيمنه الاجنبيه على خيرات شرق السودان أنتوا حتواجهوا مثل هذه المشاريع مستقبلا كيف؟ والله شكرا على كده ده وسؤال ده مهم خالص يعني طبعا الشرق ده موزع على قبائل على نظارات على عموديات مستغله الشرق موزع المنطقه اللي يقولوا فيها المينا دي منطقه بتاعت بشارين نزلت البشارين تهي خاصة لهم نحن ما بنخش في شؤون النزارة لأنه الغرار مع النزارة لما يحتاجوا علينا نحن جاهزين نقاوم معهم لكن في شؤونهم الخاصة وفي أرضهم ما بنخش لأنه مستغلين عندهم الحرية وعلى القرار معهم هم أنا كأخواننا يحتاجوا علينا يحتاجوا علينا نجي ندافع لهم ما عندنا مشكلة لكن منطقة منطقة بتاعت بشارين فهي خاصة لأهلنا البشارين دي بتاع ارض النظاره نعم يعني انا انت انت رايك شنو في المطامع الاماراتيه الاسرائيليه في شرق السودان نحن مع البشارين البشارين دول لو قالوا ما ذايرين احنا معاهم العام يعني لو تجاوز لا انا ضد الامارات انا ضد الامارات هسه قاعد هارب المرحوم ده ليش شنو هو لا يجيب الامارات لما نفشل ده لا تجينا امارات ولا تجينا دوله ثانيه لانه في زول يبقى سبب عشان يجيب لك نحن عايزين انتهينا من ده وهننتهي من برنامجه قال هو اسسه ده نحن قاعدين ننتهي منه اي دعم ما ظهر في السودان يمشي الدول حقتهم نيجر وميالي وليبيا واثيوبيا وكل ما يمشوا بناطقهم دول ما سودانيين لانه سوداني بيقلع الناس ماف، سوداني بيقلع المواطنين ما في سوداني يخش يشيل ملايات ما في ما في اصله سوداني ممكن يهربك رياك مشار قال شنو؟ رياك مشار قال لما نقول الحرب بتاع جنوب السودان قال نحن أوائل شلناهم وديناهم السودان قال ودينا السودان قال لما ما لقوا حاجة أكلوا ودينا السودان السودانيين خطوهم قعدوهم أكلوهم شربوهم لغاية ما الهرب انتهى نحن ما ضد المواطنين ما ضد المواطنين هنا نحن ضد الناس اللي جونا من الدول المجاورة دول نحن ضدهم والناس اللي جابوا الناس دول برضو نحن هننتهي منهم نهاية إن شاء الله إن شاء الله في تقديرك يعني سؤال اخير يعني اوشكت الحلقه على الانتهاء، في تقديرك ما هي المطلوبات؟ مطلوبات اهل الشرق واجبه النفاذ يعني اللي بتساهم في نهضه شرق السودان والاستفاده من موارده. طيب. مطالبكم شنو انتم عشان ننهض باقليم الشرق؟ طيب شكرا على السؤال ده. طبعا في نظارات في اموديات مستغلة انا داير الحكومه تقعد مع النظارات، تقعد مع الاموديات، تقعد مع الناس الثانيين العايشين في شرق السودان تشوفوا مشاكلهم وكل ذول انت تحمل ذوله يعني انت الليلة هتزد البشارين وزارة مش كده تجيب البشارين تقول لهم اختاروا ذولكم هم يختاروا ذولهم ذولهم ده لو فشل هم يتحملوه يعني دايرنا نقسم السودان الوظائف للقبائل دقيقة لا خلي قبائل هسه قبائل مليانة هسه دول شنو كلهم قبائل دول <applause> نحن لا لا النظارات دي النظارات دي العالم كله ماشي شبهها كويس؟ نحن دارين المشاركه بتاعت الشرك دي زي ما الناس مشاركين الغالمة الثانيه دون المشاركه ما عندنا مشكله نحن ما برهان ما عندنا مشكله ولا ما ياسر اتا ولا ما شمس الدين ولا ابراهيم جابر هم المهمشين المهمشيننا نحن هم الغلطانين اللي انهم هم الان حكام هم ايوه ما ضد الجيش ولا ضد الوطن نظامي الناس دول لغايه ما يدونا حقنا احنا هنقول لهم ادونا حقنا. لكن خلافات شخصيه ما عندنا معاهم. نحترم برهان، ياسر الاتى شمس الدين، ابراهيم جابر، كل القيادات، كل الجيش نحترم، لكن الاربعه دول شغالين شغل تاني مهمشين اغليم كامل الكمال لله. فيه المينا، فيه ارياب، 80 تن، مناطق كلها بتاعت الاقاليم ديك نعرفها ما عندهم. ماشيين بالموسم. الاقليم فيه الخيرات كلها تمنع اهله ما يشاركوا. برهان علينا المشاركه. نحن ما تخضر ضد هو ضدنا نحن المعنينا ادانا حقنا زي الأخوان الثانيين الاغاليم نحن الشمال ما دارنا نتهمش ياخذ دارفور تاخذ الوسط ياخذ كل الاغاليم السودانيه تاخذ مشاركتها لكن ما ممكن كلهم يشاركوا نحن نقعد نتفرج فيهم نعم شكرا جزيلا رئيس تحالف احزاب وحركات شرق السودان السيد شيب درار شكرا لك بارك الله فيكم تلفزيون السودان الغومي شكرا بارك الله فيكم اشكركم انا كمان على الفرصه دي يعني. انا داري شغل زي ده. الناس يدوا فرص دي اهم حاجه يعني اي اغلب ما نحن اي هو اسمه تلفزيون, تلفزيون السودان تلفزيون السودان غون. نعم شكرا, شكرا بارك الله فيكم شكرا. شكرا طيب الصورة اللي احنا بنتكلم عنها او هذا الفيديو في ثلاث اشياء مهمة جدا ان احنا عايزين نتابعها وربما يكون هنالك نقطة رابعة مهمة لكن ما يهمنا الان هو الثلاث نقاط الاساسية انه الرجل ده في لقاء تلفزيوني عبر تلفزيون السودان القومي قال بعض الاشياء التي يراها حقيقة ودون ان يقوم اي شخص اخر بالاعتراض عليها او حتى تعقبها بعد انتهاء البرنامج نمره واحد تحدث عن شحنه للمخدرات والاسلحه كانت موجوده في ميناء بورسودان هم اعترضوها وهذه الشحنه تتبع للجنجويد او للدعم السريع ومباشره ما تحدث عن أي جهة في الدعم السريع سوى قائد الدعم السريع نفسه محمد حمدان دقلو والذي أسماه بالمرحوم دي نمرة واحد نمرة اثنين هنالك لأنهم هم منعوا آه هذه الشحنة من الخروج نعم الرجل كان يريد أن يواجه هو وأهله وقبيلته ما يحدث داخل الميناء تم الاتصال عليه عبر تريك وأن البرهان اللي هو رأس الدولة عايز عايز يقابله هو رفض مقابلة البرهان وأداهم عشر يوم بعد كده مشى هو مع 12 عسكري ضابط إلى الخرطوم والتقى حميتي ورفض ما يري يعني الوساطة بتاعت البرهان يبقى دي النقطة الثانية النقطة الثالثة والمهم جدا جدا انه في لقاء مع حمتي حمتي حاول ان يقدم له رشوة بشكل واضح جدا جدا ودعاهم الى الاندماج معه في الدعم السريع او الجنجويد قوة الجنجويد والمسألة دي الثلاثة نقاط دي ثلاثة نقاط مهمة جدا جدا طبعا النقطة الرابعة والاهم انه رفض لكن انا علي بالثلاثة نقاط الاولى دي لانه الكلام ده بيحدث على مستوى رأس الدولة الناس ديل كانوا موجودين في المجلس السيادي رأس الدولة و ايضا في كيفيه استقطاب القبول من قبل الادارات الاهليه ومن واي و... شخص له آ... عزوه او له آ... يعني آ... وجود آ... ثابت على الارض يتم شراءه باي طريقه من الطرق يدو عربيه يدو موقع يدو قروش يدو بتاع يدو اي حاجه المهم يتم رشوته حتى إما أن يسكت أو يساهم في عمل فساد أو أن ينضم إليهم النقاط دي مهمة جدا جدا لقراءتها عشان إحنا نعرف أصلا السودان ده كان ماشي وين وم... سيبت من الحرب الهزة الدائرة دي سيبونا من الحرب لكن أفرض الحرب دي ما قامت أصلا شوف السودان ده كان بيدار كيف في آخر حقبة أبان الثورة الأربع سنين بتاعت الثورة كانت القصة دي ان هذا الرجل منع دخول آه مخدرات كان يعلم ان ماشى الخرطوم للدعم السريع وانه دي واحدة من سبعين حاوية هو منعون دي نمرة من واحد شوف شوف انت على مستوى مجلس السيادة هنالك من يقوم ب آه يعني شراء وبيع المه... المخدرات لهذا الشعب بغرض الحصول على المال وما بهم الشعب ده يموت يحصل فيه شنو يمنع المهم هو يبيع المخدرات بتاعته دي باي حال من الاحوال لا فكر في انه هو الان يدمر شعبه، ده وهو حاكم يعني ده ما واحد عادي آآ 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 تاجر مخدرات عادي انت بتتعامل معه، انت بتتعامل مع رأس الدولة. مع رأس الدولة عشان تعرفوا ليه جام انقلاب 25 اكتوبر وليه الناس كانوا ضد الحكم المدني وليه هؤلاء العسكر الخصيان قاموا بهذا العمل آه، منذ زمن وفي اشياء كثيره طبعا لو بدا يفتحوا لها الناس يعني ال يعني بدينا نسمع ما يقال وما في واحد يقول لي والله نحن ناسي في الحرب وبتاع الحرب دي ما قامت سائل الحرب دي حرب بتاعت مصالح المواطن السوداني ما عنده دخل فيها ما عنده دخل فيها واللي بيفتكر انه الجنجويد حيجيبوا الدبلوغراطية عشان هم يسلموا عليهم في النهايه عشان هم يحكموا ده كلام بعيد واللي بيفتكر انه قياده الجيش الان قاعده القياده الكيزانيه الموجوده في الجيش دي قاعده تحارب من اجل السودان من اجل ما سمي بحرب الكرامه ده كلام فارق ده كلام ما موجود ده كلام ما ممكن يدخل على عقل الناس اهو ده شخص جاء في 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 موجود في شرق السودان وقاعد ما عنده حاجه هسه ممكن الناس ترجع ليه وترجع للناس لي اللي وتسمع الكلام ده مره ثانيه وثالثه ورابعه في شرق السودان نفسه الناس مختلفه مع بعضها البعض مع كل زول داير مصالحه الشخصيه لا تقول لي تريك ولا شيبه ولا غيره كلهم بنفس الفهم لكن الزول ده قال الكلام ده بشكل واضح جدا جدا وثبت ثلاثه نقاط، انه هنالك فساد في راس الدوله، راس الدوله القاعد ده الذي يسمى المجلس السيادي السياد الانتقالي ده، ده مجموعه من الهمباته والحراميه وال وال واللصوص واللي ما عندهم اي مشكله في إنهم في سبيل النفوذ والسلطه والجاه والمال ممكن جدا جدا يبيعوا السودان كله. وعشان كده ما غريب اصلا انه الدعم السريع يساند تساندوا جهه من خارج السودان. ما اصلا دي ما غريبه. والكلام ده كان تحت مراه ومسمع وبصر آه البرهان وموافقته. لانه ما في سبب وقد علمت انه الشاحنه دي فيها مخدرات انك تطلب منها اشياء ثانيه طبعا في مخدرات ثانيه جات للجيش ما هي مصالح متبادله ال19 حاويه التي تم قبضها وقيلت انها جايه بواسطه واحد من الضباط الكبار اللي هو بيشغل الشغل بتاع ناس البرهان وكذا نفس القصه نفس الفكره انت يعني شد لي وقت عليك يعني مشي ليدي دي ومشي ليدي وهكذا هي القصة كده يعني ما حاجة غريبة اللي حصل ده على الإطلاق معلومية البرهان واضحة جدا لأن البرهان حاول أن يدخل واسطة عبر ترك وفي النهاية قالوا لي تمشي هناك تقابل الزول ده قال لهم أنا ما بقابله أنا بقابل سيد الاسم الزول ذاته داير هنا لما نقابله ده حاول يرشيه نحن بنديكم عربات، نحن مش عارف ايه، نحن كده تعالوا اندمجوا معانا، نبقى حاجه وحدي وقوه وحدي وفي النهايه رفض، فانت عشان تعرف حجم في ناس الان بيحاولوا يشيلوا ال الف يعني الفيك بتدربه تشيل اللي انت موجود فيه وتلصقه في الاخرين. انت الليله ضد هذه الحرب انت خاين. طوالي خاين. يعني ما في اي ما ولا في زول داير يسمعك انت مش ضد الحرب دي اللي هي عاملين لنا الكيزان وعاملها الكيزان بتاعنا الجيش انت خاين كذا واشياء كثيره من هذا القبيل عشان كده السودان ده محتاج لتصفيه والقيادات القديمه دي كلها يجب ان تمشي الى غير رجعه لازم لانها ما بتفيد في حاجه، هي اصلا ما عندها العقل الذي يدير دوله. ممكن الزول يكون شاطر جدا جدا في شغله، وده اصل السودان معظم الناس الموجودين في السودان ومعظم المتعلمين آه سواء كانوا عسكريين ولا مدنيين ولا غيره هم في الغالب الأعم شطار في شغلهم المحاسب شاطر لأنه محاسب الدكتور شاطر لأنه دكتور العسكري ممكن يكون عسكري شاطر جدا وكذا لكن ما رجال دولة يعني ممكن تدي وظيفة يأدى لك بشكل جيد تقول له تعمل كذا وتعمل كذا لكن ما بيفكر احنا عندنا مشكلة بتاعت صين غيادات مش كان عندكم كلية الغادة والإركان انتم ما عندكم طريقه تقود دوله اطلاقا ما ما عندي شك في انه في عسكريين شطار سيبك من انهم بيتبعوا لها تجاه هم شطار كعسكريين شطار ممكن اطباء عندنا إن من اشطر الاطباء الموجودين في العالم مهندسين ما بيقلوا عنهم زراعيين من اعظم الزراعيين الموجودين في العالم وهكذا لكن موظفين في النهايه لو اي واحد فيهم اديته يراس لجنه ما براس ما بيعرف ولو نجح بينجح صدفه اهي حاجه وانتهت احنا عندنا مشكله عندنا يعني شوف شوف انت لما تصل مرحله تحاول تفسد رجالات الاداره الاهليه والناس اللي عندهم وزن اللي هو ناس الحل والربط الموجودين عند القبائل تحاول أن تفسد برشة وبمحاولات الاستقطاب غير المجدية أنت المفضل لك منه في السودان أنت طلعت المدنيين كلهم حرامية وطلعنا العسكريين كلهم حرامية وطلعنا الجنجويد كلهم حرامية وداير تفسد الناس ديل 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 أهل عقد وربط ديل الناس كانوا بيمشوا لهم عشان يحلوا لهم مشاكلهم وبيرضوا باي حكم هم يقولوا حتى لو كان هذا الحكم ظالم بالنسبه لهم عشان القبيله دي تركز في الواطه وتخطر رجلينا في الواطه ويكون عندها قانون الخاص اللي بتحرك به انت لم تستطيع عبر كل الحكومات اللي حكمت السودان ان تطور هذا القانون بالعكس بدأت تستخدم الإدارات الأهلية لضرب بعضها البعض سواء بأنك تجيب ناس تاني تديهم ترشيهم وتديهم إمكانات ما الزعامة دي قروش عشان كده الزعامة بيوتات الزعامة دي قروش ما مجاني انت بتحل قضايا الناس على حسابك انت فعش... فأصبحت الحكومات تخلق عشان تخلق فرق تسد دي تجيب مجموعات اخرى ترشيهم تديهم امكانات تخليهم يعملوا كده عشان بعد كده المواطن داخل او ابن القبيله ده ما يعرف يمشي وين ودي مساله خطيره خطيره جدا جدا يعني احنا يا جماعه السودان ال... يعني احنا لا دايرين نريف المدن ولا دايرين نمدن الريف هنا بقصد نمد الريف من الناحية المادية بمعنى انه ما يكون كل عمارات وكذا لانه خ... المدينة دي في العالم كلها بتشابه ناس م... يعني من 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 قبائل وبطون وعشائر وافخاذ مختلفة بتيجي تسكن فيها لكن المحل بتاع الريف ده في الغالب بتسكن قبيلة او اثنين او ثلاثة وهم عارفين بعض كويس جدا ومرتبين من الناحيه الاجتماعيه وكل قبيله من ديل عندهم آآ آآ صاحب راي او عندهم مجموعه من الناس هي اهل الحل والربط وبتحل المشاكل اللي كانت الدوله ما بتقدر تحلها. انت ليه عايز تفسد ديل؟ انت لما تفسد ديل حتفسد الريف لانه في النهايه حيتوجه هذا الرجل الى مصلحته الشخصيه والى انه يصبح مش مش رجل القبيله المهم وانما يصبح الرجل الفساد المهم فانت تفسد الناس دي بالاستقطاب غير يعني المنطقي واللي بيفضي الى نعرات لا لها اول ولا اخر وفي النهايه نضيع يضيع السودان كله السودان ضاع كيف ما بمحاولات البعض باستقطاب الآخرين عن طريق الفساد بإفسادهم وإفساد أخلاقيتهم ويعني نشر الظلم والمظالم داخل هذه القبيلة أو تلك إحنا ليه دايرين نصل للمرحلة دي لاحظ الكلام ده ما بيعملوه تجار عاديين ولا رجال أعمال عاديين ولا بيعملوه موظفين عاديين ده الأسماء اللي جات هنا دي على مستوى رأس الدولة على مستوى رأس الدولة فإذا كان مستوى رأس الدولة بوصلنا إلى هذه الإحن والمحن كيف إحنا هنحلل المشاكل دي؟ أنت جاي تسوي شنو؟ أنت جاي تفسد البلد؟ أنت جاي تقتل الناس بالطريقة دي عشان أبوك حلم ولا عشان أنت حرامي جاي من تحت الناقة تفسد كل الناس. يعني لازم الناس يكونوا فاسدين زيك. حتى تحس بانك انت زول عادي. يا اخي انت سيب البلد يا اخي امرك سوي اعمل اي حاجة. انت ما عندك مكان في البلد دي. يعني ما عندك مكان. لانك انت دار تفسد العمود الفقري للمجتمع السوداني. لما تفسد الاسرة. لما تفسد القبيلة لما تفسد البطن لما تفسد الفصيل لما تفسد كل هؤلاء الفضل شنو احنا اصلا كسودان لازلنا في عصر ما قبل الدولة الركائز الاساسية فيها هي القبيلة وما تحتها عشان كذا الناس لما ما تلقى العدل وما تلقى الحق ويستشري الظلم يعني بيحصل في هامش وبيحصل في مركز وبيحصل في مشاكل هنا وهناك لأن الفساد بينتشر وبيكون فساد من رأس الدولة الرجل دنا دول اثنين كانوا بيحكموا البلد سيبك من انهم هسه الان متحاربين الاثنين دول كانوا بي 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 يعني حاكمين البلد حاكمنا وخانقنا ما محتاجين لكل هذا الحديث يعني انت تجي دار تشتري الزول وتشتري اهله وتشتري ده كله عشان آآ تفسده يعني دار ترضيه يعني تدي شويه قريشات وكده وال رئيس المجلس السياده موافق ونايبه هو الحرامي وتاجر المخدرات ليه لانه اصلا ذاك ايضا تاجر مخدرات فمنفعه انت فوت لي وانا بفوت لي فدي انا يعني ما, ما, ما يعني ليه انا بعتبر هذه الحلقه مهمه وبشكر على دكتور عثمان عبد الله الذي رفدني يعني زميلي وصديقي الذي رفدني بهذا الفيديو وكانت في فيديوهات تانية كثير لكن الحلقة بالطول احنا عايزين نثبت انه هذا الفساد موجود في المجموعة التي كانت تحكم وده واحد من الناس اللي هم بيحاولوا بالقدر المستطاع انه آه يعني على الاقل هو عنده مطالب دائره حقيقة لكن في نفس الوقت ما داير يفسد ما داير يبقى زول فاسد يعني في نفس الوقت ما داير يبقى زول فاسد يعني اقل لا يا اخي ما يعني هو جاي شايل قضيه اهله جايز ما ينجح في تحقيق النجاح المطلوب حسب ما قالوا دايرين لكن انت ما تفسده يا اخي انت لا داير تفسد لك قبيله كامله يعني والكلام ده, ده عمل في ما في شرق السودان بس اذا عمل في اي بقعه من السودان تريك ده ليه مع مع الجيش لانه غير الجيش هو ما مع الجيش هو مع برهان ما مع الجيش ولا مع غيره هو مع برهان فهي الفكره كده ليه دارين تفسدوا الناس ما هو است... تم استخدام تريك ده ذاته ورزول ده رفض يعمل كده تم استخدام تريك نفسه لي عشان يكفل المينا عشان حمدوك وحكمتوا سبطو فانت ليه تعرف تفسد الناس يعني عشان انت تحكم هل البلد وصلت لما نحن فيه الان بغض النظر عن من بدا وكيف بدا ولا دي متمردين ولا دي الجنجويد ولا دي الناس الجيش القومي ولا كذا بغض النظر عن اي يعود البلد وصلت ليه والان تيرى انك انت انت باني حكمك على الفساد عايز تفسد البلد كلها عشان انت فاسد داير مجموعة من الفسدة يكونوا موجودين معاك عشان ما تحس بالنقص ما انت ما في زول ما في زول ابن مغنى حقيقي وغير فاسد بيقدر يتعامل معك وانت ذاتك ما بتقدر تتعامل معه لان اول حاجة بقول الكلام اللي انت بتعمل فيه ده غلط وما بودي ليه قدام عشان كده لازم تشيله ويجي البرهان يقول يقول لمحمد هنا قوموا الى محمد محمد الفكي لما قال قوموا الى الدفاع عن, عن الى نصرة ثورتكم زعلان ويزبد ينصران من من انك انت الفاسد انت كلهم الفاسدين اللي قاعدين معك في مجلس السياده ديل انتوا بتنكروا البكا... كنت كنتوا بتحص... بتعملوه في بنك مجلس السياده وبتنكروا الفساد الموجود ده ولو ما هو فساد انت بتوافق على انه تعمل قانون يفصل الدفاع ال اسمه اللي هو الدعم السريع من القوات المسلحه والفساد ده كيف يعني؟ انت مفروض يعلقوك كل يوم يقطعوا من لحمك ده لغاية ما تموت مع انك ما بتستحق العيش بالطريقة دي يعني يعني ده كلام فارغ ساي اللي بيحصل بعض البلد يعني آه ربنا يلعنكم جميعا في الق... في ال... في ال... في ال... القبل الاربعه لانه انتم ما بتستاهلوا اصلا يعني ذاته انتم وصلتوا وحقيقه ما يعني في عصر زي الانقاذ ده زيكم ده يصل لغايه ما يصل اللجنه الامنيه ويكون آه في المكان ده الا دليل لانه يعني انتم مغموسين في الفساد يعني مغموسين في الفساد يعني, يعني يا الله ربنا يرفع مننا هذا البلاء والوباء ولسه عندنا تقديمات اخرى عن آه كيف يتم شراء الادارات الاهليه عبر الرشا والهدايا والعطايا والتقريب والاستقطاب بهذا نكون قد وصلنا الى نهايه حلقتنا هذه المره تحياتي والى لقاء قريب ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ما قلناه في هذا البرنامج هو رأي خاص لا نريد له أن يقع عند مخالفيه موقعا لم نقصده ولم نسعى إليه وهذا الرأي وإن كان خاصا نأمل أن ينال حظه من التمحيص والتدقيق والتدارس وأن يعمل فيه المبضع عمل نطاسي البارع فالأمر لا يخضع لما تكنه الألوان والأنوال لبعضها بعضا حبا كان ذلك أو بغضا، ولا نعمل إلا نصحا فقد يستبان النصح قبل ضحى الغد، وعليه فإننا نؤكد أن سيكون منهجنا في الاقتراب من قضايانا السياسية منهجا عقلانيا لأن العقل لا الهوى هو الذي يعطي لقيمنا ثباتها مع تبدل الأحوال، أما وقد بلغنا ما أردناه، فالحمد لله، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، فضلا عزيزي المواطن والمشاهد الكريم، فضلا لا أمرا، ادعم هذا العمل بالضغط على زر الاعجاب والمشاركة والمشاركة في القناه وتفعيل الجرس والتعليق وشكرا